احنا حكينا على عامل النظافة. عامل النظافة معناها اللي ديما يتألم. انا مشيت للسويد سي محمد، معناها اي خدمة تنجم تخدمها في السويد كان عامل نظافة، خاطر بلادهم يلزم ينظفوها اولادهم هم. اجنبي ما عندوش فيها، ما عندكش الحق غدوة تدخل انت تعمل معناها دوموند في اي خدمة نجم تاخذها، اي تقري في الفاكولتي بولي شنو تصور في بالك اللي تحب. عامل نظافه ليه يا ودي اللي طويل لابس شو اسمه ابراهيموفيتش، انا في الكوستيوم كرافاتو لابس خير مني، فهمت، والطفله في الميني والدنيا وفهمت، وتسمى مهندس نظافه. اه هذا فاش ركزت هذاك علي قعدت تفكر ما عادش باش نرجع فهمت ليه بالحق شو محلاها الحكايه. ما انا حكينا عليه وبالله كلمه نحب نقولها على عامل النظافه، انا بدي عندي كلمه باش نقول هي قول. اكتب اكتب تدوينه منير بن صالح الاستاذ، هذه هي الكلمه. اي باش نقول لك عليش. قال نتفرج لقيت قالوا حليلته ما خسرته زبال. اي احنا اعطيني تونسي يقول والله عامل النظافه ما جاش هز البوبيل اليوم، اين عامل النظافه في هذا الاسبوع؟ لما راهو قط نقول عامل النظافه في تونس نقولوا كلمه الزبال اللي هو يهزلنا في زبلتنا، اللي يموت من الباتيت، اللي هو ياخذ كاس ياخذ باكو الحليب اللي عنده في الحق وكغواندوات. مره راجل كبير نتفرج فيه في التلفزه عامل نظافه قال بربي راهو الدبابس كيتكسروا كل شيء والصحنه حطهم في ساشي ولا في خاطر في اي قال حطهم في جورنال راهو كينزلهم طول يدينا كل مجروحين. اي هو وقت قالت هذيك رجعت له ولات حكايه توجعت الكلمه وجات وجابت له بوكي دو فلور ولات علاقه ولات كذا. والحلقه الاولى كان ريت طيش وزبله قالوا يا زبال هزها. احنا حبينا نمسوا الناس وديجا انا نجتمع بهم في سيكونس ونقول لهم هزوا روسكم. علاش هكاك؟ تشوفوا انتوما رئيس البرازيل وما ادراك بدا عامل نظافه، شوفوا في السويد شوفوا في كذا، قعدت نحكي لهم في كذا معناها حتى من المورال يتهز. اخطا تعتبروا في التدوينه منير بن صالحه؟ لا اخطا خاطر هي ثم حكايه احنا بنينا عليها، كانت قالت وتسكرت الغادي نقول لك عنده الحق. اما احنا مشينا في سياق اللي علاش تقول هكاك؟ واضح فهمت؟ واضح به المساج والصوره وصلت. كما قلت لازم ساعات نوصلوا، فما جمله قلتها لي عجبتني، علموا ابنائكم وهم يلعبون وعلموا الجمهور وهم يضحكون. نجحتوا في اضحاك التونسي قدر الامكان. انت مع عائلتك لطفي اي تتفرج في ابن خلدون اختيار ولا الزام ساعه للعائله؟ اولا انا ما دامني في عمل العائله باش تتضامن معايا وتتعاطف معايا تتفرج معايا، ما تنجمش تحل تتفرج في الريون باهي اذا ما تفرج في نروح لهم في الليل ونقلقهم تعرف اللي عجبني شنو هو؟ ما تنجمش تتفرج وقعدت تهرب بين الشينات لقيت رايون وهربة، حبيتك تقول لي اي قناه اخرى نشدك غادي مشينا الرايون باهي. كي تفرجوا توا في العمل يضحكوا قديش نسبة الضحك؟ متوسطة باش نقول لك الضحكة بالتهقهيقة بكل شيء، خاطر شو السنين مشاو شوية في الدراما ما مشاتش من كلها ضحك، قصة ثم قصة ثم حكاية. ما يسالش انا معاهم خلي نسنسوا الناس يلزمك لي برشا نكات. قلت لي اجي نفسر لك قبل في وقت من الاوقات قبل في جيل قبل جيلكم انتم محمد قبل يعملوا سكتشات وكل شيء ويلبس سكلك سروال بليه سروال كليماتيزي ويعمل لك معناها البابيون تبدا في زوز متر ويضحك بها الاضحاك. اي احنا تو تطورت وقت حبينا احنا سيناريو ماهوش واحد يجيب في السيد من وذنه، اما خلي تبدا حكايه نضحكوا صحيح قدر الامكان والدراما ما تكونش برشا برشا اما دي ميساج فما اجتهاد في الكتيبه فما حاجه جديده به في جينيريك نلقاو بسام ثم كريم ثم جعفر، الترتيب هذا المنطقي؟ هذا انا راه عادي جدا. باش نقول لك علاش، على خاطر كانت تتذكر يحطوا حسب الظهور. شنو حسب الظهور؟ مثلا محمد الخماسي باش يظهر 30 حلقه 30 يوم تصوير، لطفي خدم 12 يوم وقتي هو لطفي معناه كاسم انا ولادي وبس ولدي غيث قد بسام وكريم في العمر فهمت، لكن هما خدموا اكثر كي نتعدى انا قبلي هما انا خدمت اكثر من لوندو واكثر من سامح داشر حطيت قبلهم كنت نجم كنا انا الاخرين لوندو. ها نوردو والله العظيم التو انا في مشكله مع الراجل هذا ان شاء الله ربي يسامحني. شنو لوندو؟ نوردو 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 اي اي ساعات نغلط في اسمه هو محليه محليه ولا ذاك محلى صوته وديجا ضرب سنا وخذا سكسي كبير ياسر قاعد يعمل في عمل ممتاز، لكن العباد الاكثريه تحكي على فوندو نوردو في فوندو لا حكاو معنا نوردو في ابن خلدون مازال ما ظهرش لا هو نقول لك وقتاش مشى وقت يتالم كي غنى فهمت وقت اللي توجع برشا وقت طفله جات وقعد وياها بعد مازالوا فازات اخرين باش يغني فيهم غنى هو جينيريك أي. اي 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 اما شو اذواق خاطر هو راهو مش كوميدي هو جاء
باش نعملوا بيه ما نقولش بوز، اما باش نعملوا بيه اخترنا قعد سورتو الكلمه الاخرى كانت لجعفر والواحد، معناتها كنت حاضر معاهم انا في نهار الاختيار بين ثلاثه ولا اربعه رابورات. شكون كانوا في الاسامي؟ والله ما والله ما نستحضرش يا محمد، بالحق ما نستحضرش، مش نخبي عليك. ما نستحضرش معناها ما تفكرش اسامي؟ ما نتفكرش. كي نقول لك انا تنجم تفكر؟ ما نتذكرش، خاطر انا الراب كعبلاء في الحديقه. رغم عملت الراب وقت اللي كان فيل في سكتشاتك. اي بتاعت فتليك. اي اما عملت الراب. باهي بعد نلقاو دليله مفتاحي ثم نلقاو لطفي بندقه، هذا في جينيريك. أي. عادي ما عادش فما الحساسيات تاع اسمي قبل. لا اسم. لا انا ما يقلقنيش، اجي نقول لك اني قلت كنت النجم انا نخدم نهارين في داير في ثم اعمال، اللي الهربه الاولى كنت انا ضيف شرف، الهربه الثانيه كبر لا لا العمل ولا في 10 ايام تصوير من اللي كانوا تروى ولا كاجور. واحد كيما مثلا قيس شقيري من بي يقول لطفي مثلا في اللي كليك كانوا 4 ايام ولا 5 ايام ولا 12 يوم ثم عمل. اي ثم ولات شخصيه محوريه العمل قايم عليها. صحيح.